السلام عليكم، معكم مصطفى القسام. اليوم دوزنا واحد لا فورماسيون ديال كما كيقولوا الفنانه اللي والسبورتيف ولا كاع المشهورين، الناس اللي مشهورين يعرفوا يبيعوا الايمج ديالهم. وفريمون استفدنا من هذا السيمينار اللي درنا، اللي قبل منا كانوا فنانين اخرين ورياضيين اخرين، واللي معه ثاني جمعوا فنانين اخرين. ودوزنا واحد نهار زوين، استفدنا منه بالمعامله مع الميديا، المعامله مع لي فانس. الحمد لله داكشي داز على خير وبخير وشكرا. هذه واحد التجربه زوينه على ود لي زارتيست باش يتعاملوا، ما كيعرفوا كيفاش يبداو يتعاملوا في لي ريزو سوسيو وكيفاش يبداو يقادوا ليماج ديالهم. وكانت تجربه زوينه، فورماسيون اللي كانت فيها النهار كامل بخير، وجيسبيغ انهم يداروا بزاف دورات بحال هكا تكوينيه واللي كتعاون لارتيست انه يقاد يعني يقاد راسو في لي ريزو سوسيو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.